هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة البشرى. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم. ها نحن نلتقي اليوم بعد شهر من الصيام والقيام في هذا اليوم المبارك، مساء الحب والسعادة، مساء التسامح والغفران، مساء المودة وصلة الرحم. أجمل تحية مسائية الأغلى وأحلى جمهور يشاهد فينا الآن على قناتكم الأنيسة الفضائية، وفي هذا اللقاء الخاص بفرحة العيد اللي حبينا نشارككم فيه العيد معاكم في داركم. طبعا باش تحلى قعدتنا وتحلى هاد اللمة وتحسوا بفرحة العيد حقيقة، نستقبل كالعادة ضيوف، واليوم ضيفتي الزميلة إكرام تلج اللي تشاركني في هذه الفقرة، في تقديم هذه الفقرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك. صحة عيدك سارة وصحة عيد جميع المشاهدين. عيدك مبارك، ينادى علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة. آمين في كل عام. شكرا. كما أسعدوا باستضافة ضيفة اللي شرفتنا بحضورها واللي ما جاتش بيديها فارغين من الحلويات والبقالات اللي راح تزين قعدتنا، الشيف سامية الأخضاري. اهلا ومرحبا بك. صحايتكم، صحايت عائله الانيس، صحايت كل الامه الاسلاميه والجزائريين، ينادى علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. وشكرا على الاستضافه، لي الشرف. لنا الشرف طبعا بهذه الاستضافه. نعم. حتى احنا نقول لك صحه عيدك، صحه عيد كل العائله نتاعك من الصغير للكبير، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركه في كل عام ان شاء الله. طبعا دور البقالات اللي جيت بها قبل ما نروح للبقالات نحكيو على الظروف اللي راح ندوزوا بها العيد في هذه المره، يعني عيد هذه السنه ليس كباقي الاعياد. اكيد احنا نعيش اجواء العيد في ظروف استثنائيه، وعلى بالهم المشاهدين نتاوعنا باللي هذه الفتره يعني هي فتره خاصه، لازم نحترموا بعض القواعد هكذا باش نحافظوا على صحتنا وسلامتنا. اكيد يعني راح نتغافروا، راح نتقابلوا، راح نحكيوا مع بعضنا بعض، لكن فقط باحترام الاجراءات الوقائيه ومسافه الامان، وما نقولوش رانا وحدنا، احنا دائما رانا معاكم في دياركم. صح ما راحش نقدروا نعوضوا اللمه نتاع العائله واللمه نتاع الاحباب والجيران والاهل والاقارب، لكن راح نقدروا نخفوا عليهم شويه. نعم. ونرسموا هذيك البهجه والفرحة في قلوبهم إن شاء الله. إن شاء الله. من خلال وش راح نحكي وش راح نقصروا على العادات والتقاليد، وش جابتنا الشيف سامية واللي راح تقدم لكم بقالة تحبوا تنووا ونفتتحوا بها هذه القعدة الزينة إن شاء الله. إن شاء الله. أعطينا أول بقالة. أول بقالة وش تقول؟ يا حمامة الحرم زوريه، ومن زمزم مسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبالعيد هنيه. ومعكم الانيس حتونسكم ان شاء الله قناه شاء الله. الانيس فوالا بدينا البقاله ان شاء الله ميته على الجزائر كامل، على اللي راهو حزين، اللي مسكن عندهم مراد، اللي فقدوا اهل، ولا ان شاء الله الفرحه كامل تعم العائله الجزائريه ان شاء الله. نهديوها لكل المشاهدين تاعنا وكل الشعب الجزائري. دائما احنا في العيد نقولوا اللي فقد ناس عزاز عليهم قولوا ربي يرحمهم، هو ربي يصبره، واللي عنده ناس مراد ان شاء الله ربي يشفيهم، ونتمنوا دائما الصحه والعافيه والخير والرحمه لكل المشاهدين وكامل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه ان شاء الله. راح نحكيو شويه على العيد، ولا نحكيو شويه على التحضيرات نتاع العيد اللي جا قبل شهر رمضان. نحكيو على نبداو مع إكرام تلج، كيفاش جوزت صبيحه العيد باش كي نروحوا للشيف سامية الأخضاري على بالنا بلي عندها جابتنا. مانيش حنهضر، حنقول لك يعني حن بريزونتي الكاطو تاعها. هذا هي تبريزونتيه لنا، هي اللي جابته. ساره كيما كتعرفي، طيب احنا انا افضل اننا نحكوا على العيد يعني في العاده كيفاش مورفين جوزه. اكيد احنا في العائله تاعي ما رانيش حنقول بعض التقاليد هكا خاصه ولا بعض العادات، ولكن عندنا يعني من المفروض كل عيد صغير نروحوا عند ماني، ربي يطيل عمرها وربي يحفظها ان شاء الله. هي مولفة تخدم لنا الرشطه، هي تخدم الرشطه، وهي يعني هكا طيبها وتواسيها. اي ماما ما تعرف الله يبارك ديرا طيب لها، تعلمتيش عليها؟ عرفنا كل لا لا هو يعني حبيت نقول هي عندها لا ما عندها الفانا. دونك في العيد واش مورفين نديرو؟ نجمعوا كامل العائله
يعني كامل عمومي وكامل العائله ونروحوا عند ماري في هذيك الدار نديروا لمه العيد، نفطروا كيف كيف بالرشته هذيك. ولكن نقول بكل اسف، ولكن هي يعني جاتنا هذه جائحه الكورونا، واكيد لحكمه الهيه قد نعلمها وقد لا نعلمها، اكيد عندها حكمه. ولكن رغم انه ممكن تكون حاجه مليحه لبعض الناس وممكن تكون حاجه عيانه لبعض الناس، يعني ممكن تكون بلاء ممكن تكون ابتلاء، لكن نحتنا ما نقولش قيمه، ولكن نحتنا هذيك اللمه اللي مرفه تجمعنا في العيد، يعني هي حاجه مليحه. هذيك اللمه العائليه للاسف راحت، يعني هذا العيد تاع 2020 راح يكون عيد استثنائي ليا وليكم للجميع المشاهدين العالم، يعني ظروف للامه العربيه والامه المسلمه اجمع. سبحان الله، خاصه ونحن يعني في الحجر هذايا، واحد ما يخرج على الكثير من العائلات. الحمد لله اللي دوك صح كامل في الصحه، نكونوا صحاح ونكونوا نعرفوا على نسمعوا على بعضنا بعض اخبار الخير. هذيك الدنيا وما فيها وما راناش وحدنا، احنا رانا بعاد وقراب او ميم طون، وسائط الاتصال راهي مختلفه ومتنوعه، يعني نقدروا نشوفوا بعضنا، نقدروا صح ما تعودش اللمه، يعني لا تعودهاش، ولكن المهم انا نسمعوا على بعضنا بعض الاخبار. دي اس ام اس نتبعتوا ثاني فوالا دي اس ام اس، هذيك هذه هي هذيك الدنيا وما فيها، على الاقل نسمعوا على بعضنا بعض باللي رانا ملاح. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ولا البلاء، وان شاء الله بعد العسر يسر، وتعاود تولي المياه لمجاريها ونعاودوا نتلاقاو صح كامل، غير نقعدوا صحاح. ما حاش تكون كما يقولوا كما تفضلتي، ما حاش تكون زياره بالابدان، راح تكون فقط زياره بالقلوب، راح تكون فقط دائما عبر الوسائل اللي عندنا. الحمد لله راهي نعمة العيد، ما نقدروش نجوزوها وحنا مغبونين وحنا زحفانين، باينه بلي فرحة العيد لا تضاهيها فرحة طبعا. لازم نحسوا بهذيك الفرحة، وحنا هذا واش رانا نسعاو وكسرنا كل الحواجز باش ندخلوا للمشاهدين تاعنا لبيوتهم ونجوز ونتقاسموا معاهم هذا الفرحة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نجول شاف سمية الخضاري والعيد وتحضيرات والحلويات، هذه ممكن تحكي لك على العادات ولا تما هي كلام اللي يحكي بزاف تما معاك ودو كان طيحوا عليها في زوج مش وحدي. هيا احكي لنا. مرحبا مرحبا بك من جديد. يسلمك. شاف سمية الخضاري، عاده احنا كما كنا حكينا العيد تاع هذا العام غير الاعياد يعني تاع سنوات سابقه، لانه نقدروا نديروا لومبيونس تاع العيد كيما العام العوام السابقه. حنايا باش نديروا هذاك لومبيونس، باش نكسروا هذاك الروتين تاع الكورونا والحجر المنزلي والحجر الصحي، واني ما نشوفش ومن بعد تولي حالات نفسيه وكامل. حنا نحبوا اكتئاب ايضا يوم العيد، كيزيد اكتئاب يوم العيد. حنا نحاولوا نهربوا من كل هذا السلبيات، نحاولوا نعيشوا العيد بالفرحه نتاعو الحقيقيه ان شاء الله. اللي جماعه ناجر عند ربي سبحانه، لانه الفرحه الصائم يوم العيد الفرحه تاعو كي يفطر والفرحه تاعو للقاء ربي، سي سا هكذا. دونك ديجا لازم نطبقوا الشريعه كما يقولوا، وحنا على بالكم اون دوغ راني مختصه في الحلويات، دونك عندي جو السمانه فريمون شارجي كما يقولوا، لانه عندي ناخذ لي كوموند، دونك لازم نلبي طلبات زبونات الجولي. وهاد المره ثاني تنقص بزاف، نقصت لي كوموند، كانوا بزاف يحبوا حاجه اللوز، دونك الحمد لله شويه القناعه راحوا في لي غاتو ساك. انا ثاني نظمت وقتي ليميتيت، يعني ما نقدرش ناخذ بلوس دو زوج زبائن في اليوم تاع اللي نروح نعطي لهم يجوا يدوا الحلويات ديالهم. دونك بيان سور انا ثاني نحترم الاحتياطات، ناخذ احتياطاتي، يعني الظروف اثرت تمام على وعلى العمل تاعنا، على لو ريتم تاعنا ثاني. حتى الناس ثاني ولاو يخافوا. نعم. ولاو اقتصاديا ثاني الحلويات، هذه المره طلبوا لي بزاف حلويات اقتصاديه، حلويات بزاف اللوز حتى شابه عاده، وحتى الكميه نظن تنقص، لان نعم. الناس عاده يزوروا بعضهم بعض ويدوا معاهم هذاك التبسي تاع الحلوه، دونك هذاك ما كانش يبغي يدوا غير قسم يشبحوهم الطابله تاعهم فوالا. وكانوا ياخذوا 50 حبه ودا كان تنقص لي تقول لي دير غير 30 حبه تشارك 30 حبه هكذا غاتو ساك باش برك تعمر الطابله تاعها، ولا بالك باش تعطي الجاره تاعها، ولا بالك يكون تروح بالك عند الاب تاعها هكذا دخله وخرجه كما يقولوا جوست الفال هذاك. نعم. يعني الحمد لله، يعني كما قالت الاخت اكرام هذه فيها حكمه عند ربي سبحانه، هذه باش يكون فينا القناعه ولو بارطاج، ايضا تكون عندك حبه تقسميها مع الجار تاعك ولا واحد اللي محتاج ولا، وتكون ايضا سمحي لي في نفس الوقت مربيه. هذه جائحه الكورونا، من المفروض الانسان كي يجوز على هاد الظروف وان شاء الله نسلكوا على خير، تنتجوا بزاف من المفروض تكون مربيه، يعني حتى هذاك التبذير ين
قصي ولا الانسان يعاود يفهم يعاود تتصحح بعض المفاهيم اللي كانت في راسه. يعني ما راناش مجبرين اننا نديرو كما قلتي 100 حبه من كل نوع هكا فقط هكذا ومن بعد يترمى فتكون مربيه. صح ولا مربيه ميم اللي ما جات كوموندات عندي عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك ولا في الانستغرام يقولوا لي شيف عطينا دي روسيت تري سامبل وما واش عندي ايكونوميك باسكو ما خرجتش راجلي يشري لي ونيفيت عندها دراري صغار دوك تلقايني نعطي لها نقول لها لك ديري صابلي هكذا هكذا يعني الحق ولا غير نسى توعنا الله يبارك بدات تدخل لهم نشوفوا في على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بزاف راه الاقبال كثير على هذه المواقع تاع الطبخ والحلويات الحمد لله. حاجه مليحه يعني فوالا كيما قلت لك بون جوزنا هادو الزبائن ثاني كان عندنا دوك كتكون عام انا نطيب الحلوى نروحوا للسبيطارات نروحوا نزوروا مساكن المرضى ما نساوهمش تنربيش فيهم وكلش دور العجازه ايضا تاع الاطفال تاع المحرومين هادو مي هاد المره قال لك ما كاش اللي يدخل عندهم ما كاش اللي يخرج الا واش درنا وجدنا حلويات وكاين جمعيات يجوا يدوا دونك ميم تي زعما اكرام في البيت ولا ساره ماشي حلواجيه با فورسيمون توجدي قال نعرف حبيبات حلوه فوالا حبيبات هذيك الجمعيه يعني بارطاجيتها في الانستغرام با يجوزوا يرفدوا الحلويات ان بو دو تو ويديوهم للسبيطار ثاني ميم لي مرات فوالا باسكو عباك سي توت ان سيستيم ديجيان كي يجوا داخلين ولا دونك انت توجدي لا بوا تاعك تعطيها لهم ويروحوا يزوروا تانت لهم مراد لهم في السبيطار توسا دونك هاد ان جيست ما نساوهمش تاني هذيك الحبيبه حلوه كي تجي هكذاك بشابه وبنينه بلا يفرح بها ندخلوا القروب ندخلوا الفرحه في القلوب ديالهم هكذا حتى حنا نحسوا بهم حتى هما تاني كيحسوا بفرحه العيد ما يقولوش خلونا وحدنا كاين دار الايتام اللي في مستشفيات دور العجزه هذو كامل حنا تاني في هذه المناسبه نقول لهم صح عيدهم وكل عام وهما بخير ان شاء الله معاهم تاني سي با فاسيل ان شاء الله العيد الاعياد نتاع الاعوام المقبله تكون احسن ان شاء الله عيد كبير نجوزو بيان ونجو قناه الانيس ان شاء الله ان شاء الله ونديرو تشرفونا بحضوركم ان شاء الله ان شاء الله ربي يكون برك رفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يتفرج عن قريب ان شاء الله يا ربي وعندي احساس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون احساس تاعك في محله ان شاء الله ونجوزو العيد ونديرو الشوا ان شاء الله وما نساوش الجيران ايضا قلت باش يتقاسموا تاع الجيران ما ينساوش ثاني مادا بيا ولا عندها لي زاسيت جو تابلو لا كاين تاع اون كارطون شبان ولا تعمر الفال برك معليش الفال هكذا قال طبطبي الجاره تاعك هاكي الفال تاع ما تسلموش غير من البعيد ولا صحاي بس ما ايضا الاحتياطات ديال لو جيل هذاك يقول وما ملي تقولي صحاي ديك بالفرحه بالضحكه ماذا بينا بالابتسامه يعني تقول صحاي ديك ديجا كي ما تسلميش عليها وتشوفك مبتسمه وفرحانه ديجا والله غير سي حاجه كبيره حاجه كبيره صح ما ان شاء الله للمشاهدين تاعنا يكونوا يسمعوا فينا قلنا لكم غفروا على الناس وعيدوا عليهم لكن باتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية هكا باش تحميوا نفسكم وما تكونوش تسببتوا الآخرين في انتشار العدوى وحتى انتم ما تكونش نقلت لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من وش قالت شيف سامية على تغافر وعلى المودة وعلى صلة الرحم نبقوا معك ونحكي وحكينا شوية على تحضيرات الحلويات نعم حكينا كيفاش كانوا عندك لي كوموند كيفاش في الاسبوع دوكا نحكيو على الفطور باسكو مازال ما لحقناش الفطور نحكيو على ليله العيد شنو هما العادات والتقاليد اللي شتي ليله العيد الناس تخمي الناس دير الحنه الناس فوالا الحق ولا غير كيما غير يقولوا غدوه العيد مشافوا الهلال الوغ تلقينا نوض بيان سور الحنه فال مليح الحنه ثاني فال مليح ولا عندك شي حاجه توجدي هاد كيما لي سيرفيس وعلاش تجبدي عندك جبيبه تاع تراديسيونيل تجبدي تلبسيها لوليداتك تنوضي تحددي لهم حوايجهم مالغري تلبس صور تبعت الخياتها كاين فيا سكايب فايبر ولا دونك هذاك الامبيونس عشناها تري تري بيان كيما العوام اللي فاتوا الحق لا ميم شوز برك كيما قلت لك وجدنا روحنا الحنه حددنا حوايجنا نظفنا شويه الصالون هذاك درنا شويه اجواء العيد وكيما اليوم صبيحه سي بريفي كيما مال في الاب تاعي ربي يطول في عمره والاخ تاني يجي يدي الاب تاعي ويروحوا للجامع هذه المره صلينا كامل كيف كيف سيتي مانيفيك الحاجة جامع العيد كيفاش تكون صحيح هذه اجواء تانيك ما شاء الله
يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا بالك ما حبيناش انه الامه الاسلاميه ما تصليش في صلاه العيد في المساجد، لكن هذا احنا صح مسجد انا مش عندنا صلاه العيد في الجامع، لكن لما صلاه العيد في الدار عندها تانيك جو، عندها الجو تاعها الشام تاعها كما يقولوا، والتهاليل كانت وعلاش بدينا نديروا الاذكار والحمد لله كما يديروا تهاليل في الجامع درناه تانيت، وكان تلفزه تانيت كنا في التلفزه الجزائريه والتلفزه انيس تانيت ديك المداري اناشيد الله يبارك. دونك كنا لومبيونس ولا سيتي مانيفيك الحق، الصباح حسينا رحنا الحمد لله. ان شاء الله المشاهدين والشعب الجزائري كامل والامه الاسلاميه كامل تحس بهذا الفرحه. احنا كما قلنا لهم دائما نحاولوا نسعى وقدر المستطاع باش برك نكونوا معكم في دياركم ونخليكم تحسوا بالفرحة اللي يعني حرمتها عليكم الكورونا في المة العائلية. إن شاء الله ما تنحرموش من قاعدة نتاعنا، بقوا معنا. نروحوا الفاصل ثم نواصل. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم من جديد، نرحب بكل من التحق بنا في هذه الأمسية الخاصة بفرحة العيد. نقولهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة في كل عام. طبعا فقرتنا ما زالت متواصلة مع ضيفتي الزميلة اللي راهي تشارك فيها في تقديم هذه الفقرة، والضيفة الكريمة الشيف سامية الخضاري اللي جابت لنا قلنا العديد من الحلويات. قبل ما نحكيوا على الحلويات ونحكيوا على الأطباق تاع نهار العيد وكامل، ماذا بينا نفتتحوا للجمهور بقالة خير هنا تقدمها لنا إكرام فيلم تقدميها. أنا ما نعرفش نقرأ بقالة غير هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول إن شاء الله. إن شاء الله 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 إن شاء الله يا رب. شو تكون وقتوا؟ نعم مؤمن. إن شاء الله. ينمو برك معليش هذيك النية. النية فيها. النية أسبق من كلش. دونك بعد البقالة نروح نحكي وشوية على الأطباق التقليدية اللي نوجدوهم من نهار العيد. ما نقولش ما قبل ما نحكي واش وجدتو صباح نحكيو مع الشيف سامي نشوفوا واش هي الاطباق التقليديه اللي يعني الجزائريين يتعودوا يحضروها نهار العيد. نهار العيد كل واحد مقدوره وكل واحد الجهه ديالو، دونك جينيرالمون الكسكسي هو حاضر لانه شهر رمضان كامل وحنا مع الشوربه البوراك ايتو، دونك تلقى بزاف يديروا الطعام كما يقولوا الكسكس يديروه بالخضره ولا طعام مرقه بيضاء، وكاين يوجد رشته كما اكرام تموت عليها الجده تاعها ربي يطول في عمرها هذيك، دونك يديروا رشته بزاف تختوخه تختوخه تفر تريدا تليتلي تلقاي العجائن جينيرالمون كامل العجينه حاضره، دونك العجين يكون حاضر وبيان سور دجاج ولا لحم على حسب المقدور مع شويه خضر، دونك جينيرالمون يكون بزاف الفطور يكون شويه ثقيل صح. من بعد احنا نعطيهم راح تقدمين للمشاهدين تاعنا بعض النصائح باش يوازنوا في الوجبات الغذائيه تاع البرومي جور وحتى تاع اليوم الثاني من العيد وهذيك الاسبوع ككل ما يروحوش مباشره. نكملوا نحكيوا مع اكرام واش هي الاطباق التقليديه اللي يعني منتشره في العائله نتاعكم نهار العيد مع درشتا. هذا حكيت على رشتا انا مشكله على داك خاطر شي غير ماشي ما طيبتيهاش. لا والله شوفي احنا كل عيد اعتدنا انه في العيد الصغير يكون الطبق هو رشتا تاع الجده تاعي، وبصح يديروها ماشي بالمرقه مصفوف تسمى رشتا مصفوف داكو يديروا لها واش يديروا الفول داك الجبانه والفول ولا كاين اللي كيما حنايا كاين ما يحبوش الفول تما ياكلوا غير تما هي تنوع دير رشته وحدها دراري صغار ياكلوها بالسكر هذه بالك يستغربوها شويه كاين رشته يديروها غير بالجلبانه وواحده تخلط فيها جلبانه والفول مليح احنا ما انا وحده ما نعرفش يعني هذه يعني ما نعرفش رشته بالرشته مسفوف اي منطقه شوفي تقدري تقولي مديه فيها ليتوش شوية بليدة فيها ليتوش تاع العاصمة مزيج مزيج فوالا مزيج تاع الوسط الله يبارك فيعني حنهضر على رشتة قلت لكم غادتني هاد العام لكن معليش معليش هاد العام ديريها انتيا حاولي ديريها انتيا لا ان شاء الله انا واش قلت يعني مهما اجتهدت يعني تبقى الرشتة تاع ماني اكيد هاد الكبير وهي ديجا البنه نتاع هذيك الرشته في هذيك اللمه اللي تكون في اليد تاعها في اليد تاع الجده في اليد تاع الجده وفي اللمه اللي قاعدوا عليها بالك ما تكونيش تجي
معنا كي تشوفي هذيك اللمه تاكلي. دايغ شوفي الطبق ما فيه ني لحم ني دجاج وراجل عليه تلمو اللمه هذيك تلمو فوالا سله الرحم سبحان الله نكونوا كامل مجتمعين هكا عمامي يعني كامل كامل العائله نتلاقاو يبارك ان شاء الله يا رب ان شاء الله العيد الاضحى تكونوا من تكونوا من المؤمنين ان شاء الله يا رب ربي يرفع علينا هذا الضر ان شاء الله يا رب نهار ثالث عيد نهار ثاني عيد على بالي بلي مداكليش رشته مصفوف هذه يعني شوف احنا حكينا على الاطباق لكن حبيت ندير اضافه مانيش عارفه ندخلوها في لي غاتو البنيون احنا ثاني عندنا كيش يقولوا صاكخي ما شاء الله لازم البنيون في العيد ضروري هو والرشته كامل نطلبوا حلوه اقتصاديه 100% اقتصاديه وبنينه تعرفي ديري شسبه لا لا نعرف يا اخا كي تولي المشاهدين لا لا يا سيدي واش مقادير هكا والجينيرال واش فيها كامل شوفي هو ثاني البنيون يختلف يعني من عائله لعائله وعلى حسب المقدور حنا نديروه بالكوفريت بلا ما نقول لا مارك يعني باسكو هو عنده يعني الماركه لازم عنده انغوس بيس فوالا الكوفريت وثاني كاطو هذاك اللي يتغمس مع الحليب ناشف ما فيه والو يترحى مع شويه لوز مع شويه مكسرات كراميل شويه كراميل وتديروا شوكولا ولا تخليه لا نديروا شوكولا غلاسي اي باسكو بكري الطريقه تاع كاين تاع اللي خلو اللي خليوه كاين اللي خلو كاين اللي حبيت انا على حساب الرغبه يجي بنين كاين اللي عاود يعسلوه ويرمدوه في اللوز ولا في الكاكاو ولا في هذاك الكوفريت اللي هي الله يبارك دونك حلوه اقتصاديه خفيفه اقتصاديه وبنينه هي حلويات تاع الشوكولا يعني كي تكون لا لا الشوكولا وين تكون طبيب الشخص يخدمهم يعرف كيفاش يخدمهم ويعرف كيفاش يخدم لاباط دائما يكونوا روعة حتى لو كانوا غاتو ساك صح كيف كيف دائما يكونوا بنان اذن ساره هذه هي واش نقول لك في الاطباق الرشطه والبنيمن هما يعني صح هذه الرشطه حكيتي لنا عليها وما طيبتيهاش نهار العيد حطيبيها غدوه ما طيبتيهاش اليوم حطيبيها غدوه من داك اليوم واش طرتي هي اليوم حضرنا انا والوالده تاعي درنا كسكس درنا طعام صح كي تعرفي شغل 30 يوم صيام بعد صعيبه باش تعاودي توالفي وتفطري فكثير يعني كثير من الجزائريين ما يفطرش النهار الاول يعني تتلف يعني الرقاد الماكله هاد العفايس نكونوا متعودين على مود فوالا توازن يروح كامل التوازن صح صحتكم بصحتهم اللي كلاو الله يسلمك تعيش وانت يا ان شاء الله غدوه ان شاء الله غدوه ان شاء الله كنديروا الرشطه نعاودوا نقولوا اللي شافتني انا طيبت تشختوخه انا طيبت تشختوخه بيان سور مرقه حمراء بيان سور و دوك نسي مع العشاء راح ندير اون سوب تاع لي ليغوم بوغ كاسي شويه باش تجي خفيفه والكونون تاعنا مازال ما والفش ديجا ومع انه الصباح كي شربنا القهوه هذيك درت جو تاع لي فخوي الله يبارك هاد ليام تاو كاين لي فخوي ثاني تاو كاين الفواكه الله يبارك عليهم دوك على بالي في البيت كاين كامل عندهم تشين عندهم القارص ولا ديروا دي جو داكوغ شربوهم هكذا باش لانه الامعاء تكون سيغي كما يقولوا كي ديري لها سوائل راح تنحت جوكو كي تشوكيوها بتختوخه والرشطه غادي تخلعي وما تجيكمش هذاك علاش يقول بزاف ننعس مع العشيه نهار العيد دائما يقول كاني ثقيل وجيني نعس من الماكله من الاكل كلينا دونك كلينا الرشطه هذا السمن هذا الدهان تاعها كما قال سي ترو لور سي ترو غرا دونك لو كور تاعنا يبدا يدوموندي لك عيا باش يهضم هذاك الاكل هذاك دونك حي ذلك يقول لك رخيني رقدني وماشي مليح هذيك لاسيس ماشي مليح الو نقول لكم بون كولوا بيان سور الفيل ما تكثروش التبسي تاعكم عمروا الخضر اكثر من لاباط كما يقولوا ولا درتو تشختوخه ولا تريده ولا ديروا كميه تاع العجائن باقي كامل الخضر وشربوا وكلوا لي فخويا سيدي هكذاك ديريكتومون كلوا الحبيبه تاع البنان ولا تشينا ولا هكذاك لي فيبر هذوك ملاح والعشيه بيان سور ان بون تي مع ان سول غاتو بابي صح ان سول غاتو بابي جبت يا حلويات تقول لك على ذكر لي غاتو قالت اسل غاتو جبتنا هنا انواع وما جبتش كلش الله يحبني على على الحلويات اللي جبتيها هنا واللي هذه هي اللي حضرتيها في العيد نعم الله يبارك لا غير كنت حنجيب اكثر بك ما كانش لي نظر هذه انا هذا الغاتو مصبح انا نشوف فيه نعم حاوليني برك او بعيد عليا فوالا حاولي هذا وشنو هذا سي تان غاتو سيك فوالا او فريز شباب فوالا سيت هذا غلاساج روز تاع شوكولا هي شوكولا بيضاء انا درت لها كولورون انا درت لها الكولورون فيه فوري فاتابلي
شو بات سابلي بصح ان بو سبيسيال بون فيها غوفريت مرحي فيها نوات كوكو فيها يعني بنينه شويه البنيون فيها لا كريم او بيغ او غو فرامبواز فوالا فيها لو غو فرامبواز علاش جي ريبري باسكو فارسي بالفرامبواز دونك جي ريبري لا كولور تاع الشوكولا وهذيك الشوكولا بيان سور لو غلاساج تاع ليمو لا مين باعو انا شيتهم صافي لونطون يعني ديكوراسيون شتي شحال سي سي سامب مي بو ثاني اللي هي هذاك تشارك عطيك راهي نورو دونك تشارك معروف لا يعلى عليه يوم العيد جابتنا تشارك بلو بل بلون الانيس يعني كيما الانيس انا جربت لي ميم كولور تاع القناه هذه القناه الموقره الوغ تشارك قلت لكم ما يعلاش عليه يوم العيد هو والمقروط فوالا تشارك مسكر ولا كان مطلي ثاني تيديروه هي سلا ميم بات الوغ درت لكم دو كولور يعني محبه في هذه القناه يسن متى الشوكولا هذه هذا ربما هذيك حلوه الرخام هذه نجيب حلوه حبيبه هكذا حلوه الرخام يقولوا لها باسكو شوفوا شغل مغربي مغربي سي مغربي هذا بالنسكافي دونك لو غو تاعها في هذيك لا بات خدمتها بالكابوتشينو دونك القهوه هذه هي كيفاش الداخل واش الداخل لا لا سي ديبي لا لا عجنتها لا لا سي سي با تابلي نديرهم دي بوتان في لي امبورت بياس في لي مول يطيبوا كاريمون في لي مول ومن بعد تي غير يبردوا نديرهم كلاصاج مغربي هكذايا دونك سي بو سا دون انفي دو مونجي هنايا قدامك جبتي لنا برك حبه هنايا هذا المعمول هادي فوالا المعمول هذايا يديروا في المويان في الشرق الاوسط يديروا في سوريا فلسطين هادو حلوه العيد تاعهم ويجيبني نشبه بزاف كعك النقاش تعطيني صافي صح ديريه لداخل بالتمر ولا بالتمر دايو شمي ريحه فيها القرفه فيها ريحه اون ديغي كعك النقاش وفيه سميد وفارينا راني حطيته على القناه تاعي قناه شو على سميه الخضره قناه اليوتيوب هاولي بلومبورت بيس دونك ديروا لا بات الاولانيه لا فارس غلقوا عليها وديروهم في هذاك لومبورت بيس هذاك حاجه خفيفه باسكو بزاف نهار العيد قال لك نديروا حلويات اقتصاديه فوالا شفتوا حلويات يعني نوعت حلويات بسيطه اقتصاديه وبريزونطابل يعني وخليت الكاين دار خشمخت الباب باسكو لازم نبلوه لا لافي دونك ما كفانيش ضيق الوقت اللي كنت حابه نجيب لكم بصح حنا نجي غدوه دوزيام جور غادي نجي لعندكم نجيب لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيما مرحبا بك عايشك يعطيك الصحه على كامل هذه الحلويات اللي جبتيها لنا يعني شرفتينا وحتى الحلويات نتاعك اللي حضرت معنا في نهار العيد ثاني شرفتنا اكرام على بالي كي حابه تذوقي هذيك تاع انا اللي تسببك انك ذوقتي الشوكولا انا نشوفك انا فهمت وانت على بالي حبيتي تذوقي هذيك ما عجبني ما عجبتني ليدي عباك صح الطبخ فن يعني ما ماشي علوم دقيقه كما يقولوا صح الطبخ فن والحلويات فن ولازم تكوني حبتها حاجه اللي ما تكونيش حبتها امبوسيبل تقدري تلحقيها صح ممكن ديريها بصح مثلا الا نجحتي في الكو ما تنجحيش في الشكل الا نجحتي في الشكل المجال اللي كتواصل فيه عادي عموما يعني ماشي في الطبخ كي تحبي هذاك المجال راح تبدعي فيه صح تجتهدي وتحطي اللمسه تاعك يعني وهنا كان نهضروا على الطبخ عجبني سبحان الله يعني ولو يعني كيفاش قلتي كاسيتي لداخل نفس الكو تاع الداخل داخل كولور سبحان الله لا لا ما شاء الله يعطيك الصحه ربي يخلي لك صحتك ان شاء الله ويقدرك بون قبل ما نروحوا للحاجه واحده اخرى ماذا بيا نقدموا بعض النصائح نعم على الوجبات للمشاهدين تاعنا على الوجبات يعني الغذائيه تاع نهار العيد من بعد رمضان فوالا من بعد رمضان باش ما نخلعوش لي ستومان تاعنا فوالا باش ما يتسبوش باش ما يكونوش فوالا يكون تخما بلا يروحوا للسبيطار مع ديجا رانا كما قال انا نحافظوا على روحنا من كورونا على روحنا تقول السبيطار على حاجه بزاف تلقاي لي زورجونس تاع غاسترو غيري بزاف سيرفيس انترنيت يجيهم بزاف لي كا هكذا دونك يفو فيغ اتونسيون واش نقدر نعطيكم نصيحه صباح بداو بالقهوه تاعكم بيان سور ولا قدرتوا تاكلوا كيما انا هاد الحبه ما تكملوهاش كامل كدوا النص تاعها تاع الكاطو مي لازم تكونوا البيتي ديجوني تاعكم يكون كومبلي واش يكون فيه لي فيبر فيه لي فروي عصري حباتشينه تاعك ولا عندك تفاح ما شويه بنان ولا ياغورت لازم يكون الكالسيوم حاضر ان بو ياغورت ولا ولا لو بان ما كليتوش الكاطو كل لو بان شويه خبز هكذا توست ولا وديروا بشويه زبده تاع تارتيني ما تاكلوا والو حتى الفطور لانه الفطور الله يبارك بيان صح هذه تفتحها راح يكون ثقيل ثقيل دونك فوالا وسي مشوا روحكم في الدار
الكبار وعلاش مع الدراري يلعبوا معاهم وكاين البولات كاين البالونات ديروا فوالا الوغ مشيو شي بوغ بغوا لي كيما يقولوا حرقوا هذوك وشكليتو في الفطور الصباح راح يكون الفطور بيان سور الفطور العاده معليش اون فاغاردي العاده لازم علينا الوغ كليتو رشتا كليتو تشخشوخه قلت لكم توجور لاباط شويه في التبسي تاعكم كثروا الخضر مع الدجاج ولا كان اللحم يعني البقري خير من الغنمي فوالا ايفيتي ولا كان الدجاج سي انكور ميو ما فيهش مواد دهنيه بزاف كبيره الوغ اون باك جوست مورا تقدر تشدوا العشاء سي انكور ميو ما قدرتوش ان بون تي فير دونك على بالنا كان في الدار عندكم لاتاي الاحمر ولا الاخضر الشاي نوجدوا الشاي كيما حنا وعندنا الشاي من بعد اون با بيان بروفيتي الاخت اكرام الوغ ديروا لو تي فير ولا لو روج رميو وريقه نعناع تانيت اشربوا هذاك لاتاي تاعكم جاكم ان بتي كرو كاين تفاح بانان واش عندكم لي فري في الدار ولا جاكم لو بتي كرو ما قدرتوش تشدوا حتى العشاء العشاء واش نقدر ننصحكم ولا كان عندكم الدجاج ديروا مشويات اسكالوب ولا وديروا لا سوب ولا فور الخضراء ثاني فوالا ما تعاودوش تاكلوا واش كي طيبتوا في الفطور باسكو بزاف جينيرال ما تقولك انايا نهني روحي واش كاين في الفطور ياكلوا العشاء لا يعني اذا ما قدرتش نوضي الحشا والعياد تقدر دير اون سالاد تقدر دير بيض مغلي تقدر فوالا هذا فرماج بلون هكذايا شويه فيلي دويل دوليف طماطم وديروا الشلاضه تاعكم سلطه صحيه جوست مورا تحبوا تزيدوا تاكلوا ان فري ولا ان بو دياغورت مي لازم تغارديو هذا هو لو ريتم لازم تغارديوه ماشي غير نهار بروميي جو ولا دوزيام جو تاع العيد تغارديوه ستوني جي خاصه حنا شتي شهر تاع بعد العيد وعندنا فيه يامات صابرين صوموا يامات صابرين كاين اللي يبداو نهار ثاني عيد كاين اللي يخلوا اسبوع يبدا وكاين عندنا شهر في يدنا فوالا مع الاخر يسمى راح يعاودوا يولوا لهذاك الصيام اي بان يغارديو هذا لو ريتم تاع الريجيم على الاقل كيعاودوا يولوا يصوموا ما يحسوش بهذاك فوالا هذيك تقول لي هذيك ويشربوا بزاف الماء الماء ما تنساوش بزاف دونك تشربوا السوائل فوالا تقدروا تعوضوهم بلا تاي ولا لو بلات كما يقولوا مي ما تنساوش شرب المياه تاعك مليح والنشاط شويه في البيت هكذا عاوني ولا الزوج يعاون الزوجه يوجد لها مع الاطفال تاعها يعدلهم كما يقولوا فوالا يعاونها في تنظيف شويه البيت ولا كي تكون دارت الحلوه ولا هكذايا يغسل يديروا حركات يتسحبوا باش يديروا حركات فوالا ماشي الاكل والتكسال تاعي فوالا على الاقل هما ثاني كل صحتهم باش ما يرقدوش تقال شتي كان يرقدوا تقال حين ضو مراد وي وصعيب نهار العيد اننا يعني ينوض كم دي بوسو اللي كما يقولوا لا لا فكاردي لو ريتم والحمد لله وجاز اليوم بروميي جور ان شاء الله يزيد دوزيام ان شاء الله عيد كبير كامل الفرحه الكبيره ان شاء الله يعيشك ان شاء الله دونك حكيتي لنا على الحلويات وقدمتي لنا نصائح والمشاهدين تاعنا قالت لكم نصائح لازم تتقيدوا بها ما تاكلوش بزاف ما تكثروش العجائن ما تكثروش الحلويات خذوا براي الشيف سميه جبالي باسكو انا لو كان داخذ براي ما نقول لكمش تاكلوا نص حبه من هذه نقول لكم من كل نوع كلوا نص حبه صحتك الشوكولا كلوا زوج بيان سور العين تاكل قبل من صح العين تاكل قبل من البطن صح يعطيك الصحة اللي كنتي معنا في هذه القعدة يعني شرفتينا وحكينا على أيام العيد وسمحتي يعني في داركم وجيتي عيدتي معنا ودخلتي معنا البيوت الجزائريين هكذا باش نفرحوا هما تانيك معاهم ونعيشوا معاهم أجواء العيد ما زلتي معنا فقطنا ما زلت متواصلة نحكي وعلى بعض من يعني أعمالك ومشاركاتك وكذلك مع شوية إكرام في تجربتها في الآنس لكن بعد الفاصل إن شاء الله إذن مشاهدينا فاصل ثم نعود مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم من جديد في فرحة العيد وفي هذه القعدة الزينة اللي تشاركني فيها زميلة إكرام ثلج وضيفتنا الشيف سامية الأخضاري وكما شفتوا دائما قعدتنا منوره بالحلويات والبقالات راح نزيد ونقدم لكم بقاله واحده اخرى بداو تنويو انا خيرها اي خيريها اخرى تفضلي هذه من المقبل وانا نشوف فيها بسم الله العيد علينا مبارك وكل ايامنا تتبارك ونبي جاري وجارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله فال مليح علينا ان شاء الله فال مليح علينا اجمعين دائما مشاهدينا عندنا ناس يحبوا يشاركونا فرحتنا وفرحتهم في هذا العيد المبارك براعم كانوا نورمالمون يكونوا حاضرين معنا في هذه القعده ولكن بسبب هذا الوباء راهم غايبين ولكن هم طالين علينا بصورهم اللي راح نقدموهم ونبداو باول صوره
للبرعومة دانيا عطار، تهدي تحيتها إلى والدها عبد القادر وإلى أمها كريمة وإلى جدها سيمو حند أويدير وإلى جدتها مليكة وخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها وكل العائلة والأحباب والأصدقاء والأمة الإسلامية كامل. تقولهم عيد سعيد، احنا نقول لك عيد سعيد وكل عام وانت بخير في حياتك وحياة كل العائلة الكريمة. كذلك عنا إهداء آخر هذا بدون صورة، فريال طالبي من تليملي تهنئ عائلتها طالبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتمنى لهم عيد سعيد وكل عام وهم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وهم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. نشوفوا مع إهداء آخر. هنا عندي إهداءين لبرعمين، كان برعم أنيس دحماني حب يهدي تحياته ويقول عيد مبارك إلى أبيه حميد وأمه رشيدة وأخته نور الهدى وإكرام، عنده أخته اسمها إكرام فصحة عيدكم كامل، وإلى ابن خالته وخالته والعائلة الصغيرة كلها صحة عيدكم إن شاء الله تعيدوا بصحة وهنا كل عام وانتم بخير. وعندنا إهداء تاني للبرعمة يسرى حسان وأخوها إسلام، حبوا يقولوا صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وبالخصوص إلى عائلتهم الصغيرة، يعني الأب والأم والعمة والخالة، وهنا أيضا ذكر بعض الأقارب، فصحة عيدكم كل عام وانتم بخير، تعيدوا صلاة بالصحة والهنا وينعاد عليكم بالخير إن شاء الله، ينعاد علينا واليهم بالخير والبركة في كل عام. إذن حتى حنايا نهنيو هاد البراعم ونهنيو الاهل نتاعهم وكل الامه الجزائريه. نعاود نوليو لعندك شيف سامية الخضاري ومشاركتك في المهرجانات والحفلات والمناسبات، يعني حكينا شويه على الاعمال نتاعك. الاعمال تاعي كنت درت انا نظمت مهرجان الكسكسي، مهرجان تاع طمينه بلادي. دونك انا دائما كيما نقولوا نشد العادات والتقاليد والاحتفالات، مولد نبوي شريف، كيكون عيد الكبير عيد صغير. درت ايضا مهرجان خبز الدار. هاد المهرجانات كامل انا ما نعملهمش وحدي، لازم نعيط للمراه الماكده في البيت اللي عندها هوايه تاع الطبخ، نعيط لها يكون معايا تاع الحرفيات، بزاف الحرفيات. الوغ ندير مهرجان كبير وكامل نفرحوا وكامل كيما قال نربحوا كامل الحق، ولا خديت عده جوائز فرحوا بزاف. وعن غض النظر عن المهرجانات ايضا نتعامل بزاف مع السفارات، هناك سفاره تاع ايطاليا، سفاره تاع اندونيسيا، ايضا عندي تاع تونس، تاع فرنسا، هذا يعيطوا لي، ويكون هناك تبادل ثقافي من جهه الطبخ. يعني فوالا هكذا يكون تبادل على هذا الاساس. تبادل ثقافي هذا يكون في الاطباق ولا في الحلويات؟ في الاطباق. دونك يعني انا لا في الاطباق تنت ديسير، يكون ديسير انا نوري لهم الطبخ الجزائري وهم يوروا لي الطبخ الايطالي، ونشتهدوا سي كان وين اجتمعنا كيما في مع الطلاين درنا الكسكس تاع لا سيسيل. دونك هما تنت في لا سيسيل جهه من ايطاليا عندهم الكسكس، الوغ درنا ميكساج كيما يقولوا بين الكسكس الجزائري والكسكس الايطالي، وخرج ما شاء الله. يعني الحمد لله، ومازال نزيد نتعلم، مازال نزيد نشارك في مهرجانات واحد اخرين، ونزيد هذه الدنيا فوق سليميت باغر هنا. يعني مازال طموحي كبير كبير كبير، مازال ما وصلتش للهدف تاعي، مازال حسيت روحي مازال نزيد نتعلم. ان شاء الله تلحقي الهدف نتاعك ان شاء الله وتحققي كل امانيكم ومرادكم ان شاء الله. شكرا. نعاود نروحوا لاكرام ثلج وتجربتها في قناه الانيس وبرنامج اللي طلع لنا في رمضان بكل عفويه، كان برنامج رائع اللي جمع فريق القناة. كنت ضيفة فيه تشرفت بيكي. لا يسلمك يعيشك. طيب أنا مشواري مع الأنيس بدأ ببرنامج، ماشي هذا أول برنامج، كان عندي برنامج اسمه رؤية أخرى اللي هو برنامج تدبري. هذا برنامج ممتع جدا، ربي يجازيك. إن شاء الله حيتواصل معنا والمشاهدين تاعنا يتابعوه على قناتنا، حيتواصل معنا بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إذا قلنا بلي هو برنامج تدبر، يعني في بعض المفاهيم هكا ندبروا فيهم ونخرجوا برؤية جديدة، لنقول رؤية جديدة. ومن بعدها جاء برنامج بكل عفوية، يعني في رمضان حبينا نفيدو خاصة مع الكونفينمو، هذا الحجر الصحي اللي راهو علينا كامل. مليح نديرو مادة هادفة وممتعة في نفس الوقت للمشاهد، فارتأيت أنا وطاقم الأنيس أن نعد برنامج نسميوه بكل عفوية. حبيناه يكون عفوي لأنه الإنسان كي يهضر بعفوية راح شغل الهضرة توصل من القلب إلى القلب، ف
فهو برنامج حاولنا نجاوبوا فيه على أسئلة على المشاهدين، يعني على بالنا بلي ما يعجب المشاهد هو ما يخصه، يعني كي يبعث لنا سؤال ونجاوبوا عليه راح يعجبه الحال وراح يعني يستفاد، احنا نفيد ونستفيد مع المشاهدين. فكان عندي هذا البرنامج تاع بيك العافية، وكان برنامج يومي يعني كان كل يوم مور المغرب يبث على شاشة الأنيس. الله يبارك. دحك انت حكيتي على برنامج بدون بكل عفوية، عفوا بكل 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 عفوية، هذه غلطة درتها خطرة ودالي عليها ملاحظة المدير التنفيذي اللي نحييه بالمناسبة ونقولوا صحة عيدك ان شاء الله صحة. بكل عفية، هذا البرنامج مادام كي تحكي عليه عندي لك مفاجأة راح نقدمها لك في آخر الفقرة إن شاء الله. إن شاء الله. دوكا هنحطكم قدام أمر الواقع. نبدأ بالشيف سامية الخضاري، وكان نقول لك شخص عزيز عليك وحبت تلغي له رسالة منا من القناة الأنيس، شكون راح يكون هذا الشخص واش راح تقولي له؟ هذيك الكاميرا ديالك. شفتي هذا واحد احنا جينا فرحانين حلوة، شخص عزيز عليك فرحيه برسالة، لازم شكون يكون الشخص واش تقولي له في الكاميرا؟ نقول له ربي يحفظك ليا ويطول في عمرك ويخليك تاج فوق راسي. شكون؟ لازم أقول أكيد لازم أقول شاركينا ميساج هو كان زوج الأب ديالي، ربي يطول عمره، ربي يطول في عمره، عندي أخ واحد برك، ربي يطول في عمره وربي يحفظهم لك إن شاء الله ويخليهم تاج على راسك و الام تاعي تنت ما نساهاش ان شاء الله. ربي يحفظهم ونقول لهم احنا صحه عيدهم وكل عام وهم بخير وربي يفرحهم بك ان شاء الله، وان شاء الله يعني بدعواتهم تحققي كل بيان سيغ. واش وصلت لهنا سي دعاوي الخير الحمد لله يا ربي، ربي يكثر من دعاوي الخير تاع الوالدين ان شاء الله. ممكن كلمه اخيره وانت باش ديري الميساج ديالك والشخص اللي راح تقولي له كلمه اخيره ولا تهنئه للمتتبعين تاعك؟ نهني بمناسبة عيد الفطر المبارك عائلة الخضاري في داخل الوطن وخارج الوطن، الأخت تاعي مقيمة في هولندا، الزوج تاعها ولادها مريم عبد الرحمن طاهر، خواتتي هنا في الجزائر أيضا، خويا لوناس الزوجة تاع وليد محمد ياسين، عائلة محي الدين تانيت في شراقة نهنيهم، ونهني كامل المتتبعين ديالي عبر قنوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام اللي راهم يشجعوا فيا. كون نبدا بالوحدة سبب نير لا ليست لي تري تري لونغ، نقول لهم يعطيكم الصحه لل يعني لا كونفيونس تانيت، زبونات تاعي جيراني كامل يعرفوا كامل سميه الخضاري، ونقول لهم يعطيهم الصحه وصحه عيدهم. يعطيك الصحه وحنا تانيك شرفتينا بحضورك، ونقولوا لكامل المتتبعين تاعك والاهل تاعك صحه عيدهم وكل عام وهم بخير ان شاء الله. نسيت مدير قناه الانيس وكامل عمال جنود الخفاء تانيت فوالا لي جورناليست كامل النساء والجيل يعطيهم الصحه، ونقول لهم صحه عيدهم. وانا باسمي وباسم الفريق وباسم المدير التنفيذي للقناه نقول لك صحه عيدك ونشكرك انك شرفتينا اليوم بهذه القعده الزينه اللي قعدناها معاك وبهذه الحلويات اللي قدمتيها لنا والبقالات اللي قريتيهم علينا. ان شاء الله المشاهدين يكونوا فرحوا بهذه القعده، يكونوا زهاو شويه وفاجاو على روحهم. نروحوا الاكرام، الميساج نتاعك نورمالمون واجد، الكاميرا نتاعك هاوديك، الميساج والشخص. الشخص هما اشخاص، اهنئ يعني بمناسبه عيد الفطر اهنئ عائله الثلج الكبيره، واهنئ بالخصوص عائلتي الصغيره ابي وامي عبد الرزاق ومليكه واخوتي عبد العليم عبد الحكيم وامين، فصحه عيدكم كل عام وانتم بخير. واختي التي لم تلدها امي، انا فعلا ما عنديش اخت ولكن كاين انسان عزيزه بزاف على قلبي اللي هي امينه مفتاح. امينه صحه عيدك كل عام وانت بخير، والى كل من احبها حتى لا احصر يعني التحيه هذه اللي في هاد الاشخاص برك، الى كل الذين احبهم فصحه عيدكم ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. الله يسلمك صحه عيدهم، انا تانيك من هذا المنبر نقول لهم صحه عيدهم كل عام وهم بخير وصحه عيدك. شرفتني عزتي في يعني حضورك معايا، يعطيك الصحه على الاستضافه، على الرغم انك هربتيني من الميساج الشخصي ورحتي لي التحيه العائليه راني فايقه شخصي ولكن معليش نحترم هذا القرار اللي اتخذت فيه يعني بعيد اللي اتخذناه ما نحبوش المفاجاه. معليش العائله الكريمه صحه عيدهم كامل، يعطيكم الصحه اللي شرفتوني بحضوركم في هذا القعده الزينه وبهذا
البهجة والبسمة اللي رسمناها إن شاء الله في قلوب المشاهدين. إذا مشاهدينا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفقرة اللي جمعتنا مع هذه الضيفتين الكريمتين اللي نوروا لي القعدة معكم. إن شاء الله نكونوا جوزنا وقت خفيف ظريف وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وما كرهتوش منا. فقرتنا ما زالت متواصلة، بقوا معنا وشاهدوا هاد الكواليس اللي خيرناهم لكم راح تضحكوا مليح مع زميله اكرام والضيوف نتا ديالها اللي حضروا معها البرنامج. نخليكم الان مع هاد الكواليس ونقول لكم بعد الكواليس نلتقي. قبل ما نروحوا الظاهرة كونها سلبية ولا إيجابية، نجم نقولوا باللي الكتابة بعد ما كانت تكليف ما نقدرش شنية كنت مليح أنا كنت مليح أنا شوف الكاميرا بن عمي هاضر معنا شوفي شوفي نحن بن عمي يلا شو المجال المرئي رك فاهم تعاود أمين تو هذا كنت مليح عاود روح بعد ما كانت تشريف ولا التكليف الحلقة ولا الحلقة يلا الخير يلا اسمعي الخويا اش هو هذا هيا يلا خرج خرج باش ما فكرت هذوك اللي يكونوا مع اصحابك هذا يصلوا المره الاولى فاهم ويضحكوا على شغل الجماعه هذا هو بالبارح يا حكمه هيستيريا مسحور مش صايف فوتوها اذا ما تقدرش واحد اخر شوف واحد اخر غير خرج عيط عيط اندلس عيط اندلسي هيك شوف واحد اخر ها ها عيط الاندلسي ها واك رايح صاحبي الباب منا عيط الاندلسي يقول هي صافي اهل مكتب مدير يا الله اليوم قالوا لنا فيه هذا واحد قال لنا دقيقه برك تفضل شنو الضوء طفى نورمال على شيء هذا على شيء مخربش لا لا نورمال تفضل تفضل هذا نقص بس يمكن شعل كامل شديك لاباغ هذيك نقصت هاي لك هذي تخرج لك فاخر هذا مانيش نورمال راح نكمل ما نعاودوش نكمل نعاودو ظاهرة إيجابية ولا سلبية؟ وقت ما نبدأ ديركت هكا شوف فيها شوف فيها كنا نحكي معنا وانت عطوك الناس قصيدك جاوبني أنا أيوه هي قبل شاكوا السبب يلا الله انا اقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير مسبقا ان شاء الله تعيدوا بصحه ولهنا صحه عيدكم شنو دخلوا فينا انا شمس من بعد انا عطيك الكلمه طلق روحك طلق روحك ايش بيك طلق روحك قلت لك انا احسن اللي يصلح لك كاين والو شوف لها شوف لها انت ضحكني قلت لاباس بيا انا انت قلت باش نقول لها الرهبه باش نقول لها الرهبه تتهالي ليا طلعتها له اليوم لوسي قريب نقول له تعيش درتي مثلا القطع راه يقول مش عارف يقول التنمر 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 خليها هي هي تسكت هي كمل متنمر هو تترك شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال لولا أن قومك لولا معليش معليش لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام اللي مواطني معنا ما يتغبل أو تفاص في بالي شكرا أمير لا 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 وعلى سمعت حاجة ما أم لها الحمد لله تهضري تهضري يعني كيف كيفش ما تهضرش 27 صحيت البديل لا 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 مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي 27 بكل عشر 27 سمعت الكاميرا سمعي رمضان يغلبه لان كاينه حاجه في التغيير عموما تغيير المجتمعات
كاين مرات الانسان يريد الخير فلكن ما يجيبش الخير، كنقولوا يصيب الشر مثلا. لا ادري، احنا عندنا قاعده في الفقه يقول لك النية السيئة النية السيئة لا تبرر الفعل الحسن ولا العكس. نقطعوها نقطعها هذه، نفكر غير بالقاعده هذيك برك. التغيير المنكر، يقول لك لا تغير منكرا بمنكر منكر اكبر من هو. هذه هي كيف هي كيف يعبروا عليها هم الله. انا نعرف هذه لا تغير قاعده فقهيه هي خلينا نضرب العفويه صحيح كيما جاتني طقطق لنا نبوله بعد مين ما نعاودوهاش تخدلهاش شيدوك شيدوك طرطق يروح ستريس طرطق راه طرطق راه يرا نحن مستر اكشن راح ستريس خوفني زاد وعلى استراز زاد والله زاد شحال من حفشه داك شوي ستريسي لف سواء فيما يتعلق خيط ليك لي برك خيط ويبان كنت راح نقولها مقبله من بعد هذا غير نقطه شويه عادي نقطعها عادي ولا انه الانسان هو في حياته في نمويس نواميس هو الموت ربما اللي يحضر الجنائز يعرف أنه يتكرر كلمة الواعد الموت واعد الحياة في نواميس رب العالمين والدين ربما يتحدث عن هابك على وش قال قال لك أن نجيب على أكثر الأسئلة شيوعا بين الناس. وأسعد اليوم باستضافة كل من الناشط الإعلامي والصحفي سي محمد كتبي عندي لا بكره رحنا بكره سي سي نورمال مش مشكلة بكل عفوية أكثر الأسئلة شيوعا بين الناس. وأسعد اليوم باستضافة كل من الناشط الصحفي والإعلامي أمين الأندلسي كيلا لا سامحنا نعاون ما دارت والو ذوك يا راشد كامل انا اللي شفت اللي تليك تشوف انا شوفي انا شوفي انا شوفي 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 ما تخميش يا استاذ انا ندي مع الاخر ونعطيك الهضره صحيح ما تديش كاع غير حق هذوك ينتقدوك كيما دخلتيش كان ينتقدوك انك تقاطعينا بزاف دوك ينتقدوك بلي ماش قاعد تقاطعينا غالب او يستحضر فضائل الله يسلم فيكم نبدا صح لا غير صح طالع نشوفوا على الله غالب على خاطر جزيتك على اخي كنت مصور هكذا طالع كاين ثاني زوج ضيوف شفتهم واحد سبيسيال عيط له في التليفون لا لا ما هو وليد حومتي نحس عنده غير هو قلت في فيسبوك قلت له لك تخدم تم حلو الحسابين قال لي ما الحق قال لي انا ما نريسكيش قال لي كورونا انا عندي مرض مالادي كرونيك عيط لي قال لي بصح شنو كي تلحق الحومه عيط لي انا نجي نحفل الله كيما كان حاضر عيط لي الله رجع حفل لي وحدي اذا ياخذوا لي بريكونسيون تاعهم الحظر هذاك يا